السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه محمد الخضر الكرام، دمتم بالف خير وصحه وعافيه. النهارده فيديو جديد ان شاء الله، ومحافظه برضه بتخفض التنسيق السنوي العام في المرحله الثانيه تخفيض كبير جدا 30 درجه. محافظه جميله جدا نزلت النهارده تنسيق السنوي العام 30 درجه في بعض اداراتها. تمام، هنشوف النهارده، هتابعونا عشان نشوف المحافظه اللي نزلت ده النهارده ونزلت قد ايه، والادارات الثانيه نزلت فيها قد ايه، والتعليم الفني نزل برضه في هذه المحافظه، هنقوله باذن الله في الفيديو بتاع النهارده، فتابعونا في الفيديو ان شاء الله بتاع النهارده. تمام، احنا كده دي المحافظه رقم 24 في المرحله الثانيه، يبقى لسه بس عندنا ثلاث محافظات ما نزلتش مرحله ثانيه، وهنقولهم ان شاء الله برضه في اخر الفيديو، هنقول هنعمل معاهم ايه. وعندنا لحد دلوقتي اربع محافظات نزلت مرحله ثالثه، اربع محافظات نزلت مرحله ثالثه، وبنامل ان كل المحافظات تنزل معانا ان شاء الله مرحله ثالثه باذن الله. يعني ال 27 محافظه نامل ان هم ينزلوا مرحله ثالثه. تمام، هنقول كل ده في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله، فتابعونا. تمام، وزي ما احنا متعودين هنقسم الفيديو بتاعنا لثلاث اجزاء، هنقول كل او نستعرض بسرعه التنسيق كله اجمالا، وبعدين في النص هنتكلم على المحافظه بتاعتنا النهارده اللي نزلت ونزل التنسيق فيها وفي اداراتها، وبعدين في الاخر هنتكلم على بقيه المحافظات اللي لسه ما نزلتش، وكمان اللي لسه ما نزلتش مرحله ثالثه هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله، وهنقول مين اللي هينزل مرحله ثالثه ومين اللي مش هينزل مرحله ثالثه وهينزلها امتى. فتابعونا في الفيديو لان الفيديو بتاع النهارده مهم جدا. تمام، يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا. ولو عايز اي حاجه مننا او اي راي او استشاره اكتبه في التعليقات وارد عليك ان شاء الله باذن الله. تمام، سريعا بسرعه، محافظه بورسعيد نزلت مرحله ثالثه ورابعه كمان، بقت 239 و238. تمام، اسماعيليه 225، ده هنقول اخر حاجه في الادارات يعني اخر حاجه في المحافظات. اسكندريه 210 190 خدمات، الوادي الجديد من 210 لحد 235 حسب الاداره، الجيزه 220 خدمات 175، القليوبيه مرحله ثالثه 215 و180 خدمات، الغربيه 231. تمام، اما الشرقيه نزلت مرحله رابعه معانا 225، اما بني سويف 230 تمام وخدمات 200، سوهاج 245، شمال سيناء 215، كفر الشيخ 234 ده مرحله ثانيه، برضه المنوفيه 230 ثانيه، قنا 243 ثانيه، اما القاهره كان اخر حاجه مرحله ثالثه 225 و185 خدمات. تمام، اما المنيا 215، الاقصر 223، الفيوم 228، الدقهليه 227 مرحله، ده برضه ثانيه، كل ده مرحله ثانيه. تمام، مطروح مرحله ثانيه بدات معانا من 157 وانتهت ب 208 حسب ادارات الموجوده هناك، البحيره طبعا مرحله ثانيه 228، دمياط ثانيه 233 و180 خدمات. خلاص، دول المحافظات اللي نزلت معانا مرحلة تانية ومرحلة تالتة، زي ما احنا قلنا 23 محافظة مرحلة تانية واربع محافظات نزلت مرحلة تالتة. اما المحافظة اللي معانا النهاردة اللي نزلت مرحلة تانية سواء عام او فني ونزلت نزول كبير جدا، محافظة جنوب سيناء. محافظ جنوب سيناء يصدق على تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي، وبصراحة جنوب سيناء نزلت نزول جميل جدا. نتابع، صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تنسيق القبول للصف الاول الثانوي للعام الفني للعام الدراسي 2023-2024 بمحافظ جنوب سيناء، وذلك بناء على مقترح محمد حامد عقل وكيل وزاره التربيه والتعليم وفق تحليل نتيجه الدور الاول للشهاده الاعداديه بالنسبه للاعداد طبعا الطلاب والفصول الدراسيه لعدد الطلاب والفصول الدراسيه. واعلن وكيل الوزاره ان الحد الادنى للقبول جاء عن النحو التالي. نركز شويه على جنوب سيناء، جنوب سيناء كانت مرحلة أولى 230 كل الإدارات، الصف الأول أهو العام الثانوي العام 210 إدارات، مين؟ رأس سدر بدلا من 230 درجة، و220 درجة لإدارتي دهب وأبو زنيمة بدلا من 230 درجة، و215 درجة لإدارتي طور سيناء وسانت كاترين، و200 درجة فقط 200 درجة فقط لإدارات مين؟ نويبع وشرم الشيخ وأبورديس. نويبع وشرم الشيخ وأبورديس نزلوا في التنسيق 30 درجة، يعني المرحلة الثانية فيهم نزلت 30 درجة. خلاص، نيجي بقى للتعليم الفني.
الاول الصناعي 185 درجة لإدارة طور سيناء بدل من 190 درجة، كويس جدا، و160 درجة لإدارات رأس سدر ودهب وأبورديس ونويبع بدلا من 170، و140 درجة لإدارات أبو زنيمة. نيجي للتجاري، 165 درجة طور سيناء، 150 درجة رأس سدر، و140 درجة لإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع. الصف الأول الفندقي، وده مهم جدا في جنوب سيناء عشان السياحة، 145 درجة لإدارة طور سيناء و140 درجة لإدارة دهب. يعني الفندقي اللي موجود في عز الفنادق في وسط الفنادق 145 و 140. أما الزراعي 140 درجة لجميع الإدارات، يعني حتى اللي جايب 140 هيقبل في جنوب سيناء. وأوضح وكيل الوزراء أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين للالتحاق بالخدمات تمام بمجموع 170 درجة بدل من 200 على كل الإدارات. كل الإدارات خدمات بقت من 170، مضيفا أنه يتم قبول تنسيق كل طالب بالإدارة التابع لها ولا يجوز له الالتحاق بالصف الأول بإدارة أخرى. يعني هنراعي التوزيع الجغرافي، هنراعي التوزيع الجغرافي. ده معناه إيه؟ معناه أن واحد في إدارة الطور مش هيروح مثلا إدارة شرم الشيخ، لازم يكون في إدارة الطور. اللي في رأس سدر ما ينفعش يروح أبو زنيمة، لازم يكون في نفس الإدارة بتاعته. وأشار إلى أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين وزي ما احنا قلنا في الشهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بنظام الخدمات للتعليم الفني 140 درجة فصول مسائية تمام. هتكون فين؟ مدرسة الرويسات الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية. يعني الخدمات تعليم فني من 140 تمام. طيب نتكلم بس الاول كده، خلصنا جنوب سيناء، نتكلم في الثلاث محافظات اللي لسه ما نزلوش، هي اسوان والسويس والبحر الاحمر. اسوان بصراحه 215 وكان منخفض، بس نتمنى ان ينزل كمان اكتر من على الاقل ينزل مرحله تانية لو ان خمس درجات كمان. نتمنى السويس، السويس 230 ولسه ما نزلتش مرحله تانية، حاجه غريبه جدا. نتمنى من محافظ السويس ان ينزل درجه التنسيق لان 230 درجه عاليه تمام. اما البحر الاحمر كان 200، كان درجه القبول 200 وكان درجه معقوله، بس برضو بنتمنى من محافظ البحر الاحمر ان ينزل لنا شويه في الدرجات بتاعه قبول البحر الاحمر. خلاص تمام، ده المرحلة اللي تمنى المرحلة التانية. طيب المرحلة التالتة، مين اللي هينزل المرحلة التالتة؟ نتمنى الإسماعيلية تنزل، اسكندرية ما اعتقدش ممكن تنزل، الوادي الجديد مش هتنزل، الجيزة احتمال ضعيف انها تنزل، القليوبية 215 مرحلة تالتة ما اعتقدش ان هي ممكن تنزل مرحلة تالتة رابعة، الغربية هتنزل ان شاء الله مرحلة تالتة بإذن الله، الشرقية ما اعتقدش ان ممكن تنزل كمان مرحلة رابعة، بني سويف احتمال كبير تنزل ان شاء الله مرحله ثالثه، سوهاج هتنزل ان شاء الله برضو مرحله ثالثه، شمال سيناء احتمال 50%، كفر الشيخ هتنزل ان شاء الله برضو مرحله ثالثه، المنوفيه 230 هتنزل مرحله ثالثه، قنا هتنزل ان شاء الله برضو مرحله ثالثه، ما اعتقدش القاهره ممكن تنزل مرحله رابعه، المنيا برضو احتمال ضعيف تنزل مرحله ثالثه لان 215، الاقصر هتنزل برضو ان شاء الله مرحله ثالثه، الفيوم هتنزل ان شاء الله مرحله ثالثه، الدقهليه احتمال واحتمال لان هي كانت قالت ان دي مرحله اخيره تمام، مطروح مش هتنزل، البحيره احتمال ضعيف برضو يعني ممكن تنزل لو نزلت ثلاث درجات، دمياط هتنزل برضو تنسيق، اسيوط هتنزل برضو ان شاء الله عن 242 باذن الله تمام. ده الاحتمال بتاع نزول المرحلة الثالثة في المحافظات، وانا ان شاء الله مع اي جديد هينزل معانا هنقوله باذن الله في القناة بتاعتنا على طول ان شاء الله، فتابعونا عشان تشوفوا كل جديد. خلاص لو عايز اي حاجة منك تكتب في التعليقات وارد عليك ان شاء الله باذن الله، ولايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو لسه ما اشتركتش في القناة شرفنا بالاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد باذن الله مننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.